السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال أكد وحا تاغن إبراهيم يريسو حال كان أكو كلوني إبراهيم قصة عجيبة كودا هورت إبراهيم عدرك وحما بالو شيغي قعنتنا ولا قوين يا سيد دخي ترتو أي شيغان أريد أن أرى يدك أولا قعنتاس برسا وحال يري ولا جري دونا إلهي وحان كرجينا يا إن شاء الله تعالى إنو كبد بادي إن شاء الله تعالى إبراهيم أسوأ إسكول دكتا أيو كسرة عمال كانت كانت عير برتي كانت من عذر كحما بالغو الشيغي أما تكسر فوق تقانين بالغو الشيغي ناني برتتر والغوني يا بيدهين لكن دعادي إنه بإذن الله الباري بإذن الله الباري وهو الكار أهل دينك أرنت عجيب كأوحويان إستقى إي أبيه هو يبا قلوا الدقن وحال إي شيغي هذا إي شيغي سدح بري أنه يسوي أمير حافظة كي يحي محايا لي وحي لهين وان تشنع معلم قف با يمطيبنا أمير لمدى حافظة أسامرك أبو أمير هو أمير البيت الآن صح؟ صح وكذلك أنت أميري كمان لأنه أنا في بيتك الآن صح؟ إن شاء الله فالآن أنا أسجل هذا هذا عندي رخصة صح؟ ما شاء الله طيب ما الذي حدث يا إبراهيم يعني ما الذي بيدك شوية تشرح يعني الأحباب يعني تبقيت في المدرسة في المدرسة؟ بعدين قام الورم ورم؟ مو برا المركز؟ بعدها بكينا العملية هذه والله قال المركز؟ وجرينا عينه وبعدها صرنا فقالوا لنا اني سرطان. وحكوا لنا عمري كسر كاكا قاعد عيبه لقوا يري. بعدها جينا صلاة الهند. هندي بمرك هندي يا مرك يما دين سقعنت الله ايجو. فعنا لها خمس جرع. شن وحلو سمي قليل بلو سمي. بعد الخمس جرع قالوا لنا يستاشروا. نعم. وبعد الخمس جرع قالوا يستاشروا. وكل عملية هانة. سيدو كلو حليري هدي رجوين كو حكمي دا إن لوقت لغا سوق بحي اللف كدبنا ويركبوها هاني كدب هلكا لقليو والرجوين كإلا إيا كمي دا لكن نعم لكن أبي هو إيشي إن لقوين أيو نعم بعدها يركبو ويستصلوا باقي الورم إن شاء الله إن شاء الله هذا الورم يذهب إن شاء الله تعالى ويتكون أمرك أمك وخير إن شاء الله إن شاء الله إبراهيم قلت قبل قل أسألتك سؤال قلت لك هل أنت ماذا تشعر في القلب وحالتك يعني؟ الحمد لله الحمد لله على؟ كل حال على كل حال الحمد لله على كل حال وهذا قضاء من الله كيف يعني؟ رضى الله ترضي بالله؟ نعم بما قسم الله لك؟ نعم من امتحان وبلاء؟ إلهي وحق سئي يمد أو حنونة وقرد عبير وانكو السبر يا عبير إلهي بالي يقدري وإن شاء الله تعالى أمرك يكون خير نحن ندعو لك ونكون جنبك بإذن الله الباري وقل لي يعني في بعض الناس عندهم مرض ويشتكون ويعانون ماذا كيف أنت تبكي أحيانا كيف تنام في الليل كيف يعني تشعر شوي طبح يعني قدو الآدمي طبح يعني هم نعم الآن ترجع إلى مدرستك وتدرس إن شاء الله وتقرأ القرآن إن شاء الله وتصلي كمان إن شاء الله أمرك سيكون خير بإذن الله الباري أبشر 100% بإذن الله الباري إلهي وحنا ورجينا يا إنه إلهي عافية كسية نبي الله إبراهيم عليه السلام ماذا قال وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين عذرك أصحون دلاجة إلهي كبد بادي قد قاب أنت قعدت لقوا يوسي فاف وجرك قالوا أيو سايكو تجان إلهي كبد بادي إلهي كبد بادي وسو دعية نحن الآن التقينا في هذه المدينة أي مدينة هذه حيدرابا في أي بلد برمو في يمن ولا هنا في سعودية أنا الهند أنا هند هندي بانسكو أرقني إلهي وحنكر رجيني أنت لباتات لكم أتمدى ما حنوسا إنه إلهي حدبك وكالقاضو إبراهيم وكوكية بإذن الله الباري بريبا كاني أدي دونا والصفرة إن شاء الله تعالى عاوه هكا انا صوب وغادي نقول لكم يتبيه يقولون لي يتبيهين والجو حلو وهذه اللي تعشيته معك واكرم يعني تكرمتني يا سامبوسا وتشهد انت شاي ولا زنجبيل هذا؟ شاي وزنجبيل شاي وزنجبيل عاوه زنجبيل يا شهوي وعسومي وانا شيكي سني ولقي المير وكايمان بدل ما اركن الله يعافيك ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله